كم الاستفهامية وكم الخبرية؟ جيد؟ جيد. افرق صمد. كم ولدان بشر؟ نعم. في خمسة أولاد. جيد. بكم ليرة اشتريت هذا القلم؟ جيد. اشتريته بست ليرات. نعم. كم صديق لك في هذه المدينة؟ نعم. كم من صديق لك في هذه المدينة؟ نعم. كم دول فقيرة في العالم؟ كم من دول فقيرة في العالم؟ جميل جدا. أدرس كم الاستفهامية وكم الخبرية؟ من يعرف ما معنى كم استفهامية؟ ما معنى كم خبرية؟ نعم، ما الفرق؟ كيف أعرف هذه الاستفهام؟ هذه الخبر؟ أولاً استفهام، ما معنى كم استفهامية؟ للسؤال. للسؤال. يعني يحتاج إلى جواب. كم ولدا لك؟ كم ولدا لك؟ جواب. اقرأ. لي خمسة أولاد. هذا سين سؤال، هذا جيم جواب. هذا أولا. هذه كم استفهامية؟ واحد فيها سؤال ويحتاج إلى جواب. هذا واحد. اثنين. كيف أعرف هذه كم استفهامية؟ مثال. علامة الترقيم. يوجد علامة الترقيم. يوجد علامة الترقيم ما شاء الله. إذا كاتب لا يكتب علامة الترقيم. لكن هو جيد. ثلاثة. حسن. ثلاثة. غالبا بعدها نكرة ومنصوبة. ومفرد. نكرة. منصوبة مفردة غالبا. كم ولدا؟ كم كتابا اشتريت؟ كم طعاما اكلت؟ كم صديقا عندك؟ يحتاج جواب. اكلت طعاما واحدا، عندي صديق واحد، زرت بلدا كذا. نكرة منصوبة مفردة غالبا. ممكن احيانا فعل. كم اكلت؟ يعني كم طعاما اكلت؟ تمام؟ كم طعاما أكلت؟ أو كم أكلة أكلت؟ هنا صار مفعول مطلق. جيد؟ إذن يحتاج إلى جواب فيه إشارة واستفهام غالبا منصوب. إلا إذا كان به بكم، ممكن بكم ليرة، ممكن بكم ليرة، زي جدبك. تمام؟ الآن الخبرية. الخبرية. اقرأ المثال مصطفى. كم صديق لك في هذه المدينة؟ نعم. كم من صديق لك في هذه المدينة؟ نعم. كم دول فقيرة في العالم؟ جيد. كم من دول فقيرة في العالم؟ جيد. الآن كم الخبرية؟ أحمد تعال. تعال أحمد تعال. من أنت اليوم؟ سليمان تعال. علموني الكم الخبرية، ما هي كم الخبرية هي؟ علموني محمد. أولا خبرية مجرور. أولا من المعنى، كيف أعرف هذه خبرية؟ ما معنى كم خبرية؟ تعجب. يعني تعجب، يعني ليس استفهام. نعم. إذن واحد ليست للاستفهام، هذا أولا. كم كتابا قرأت؟ كم كتابا؟ جواب. قرأت خمسة كتابا. قرأت خمسة كتابين. راجع نفس العدد موجود في اليوتيوب. تمام. أو ليست استفهام. هنا من الخبر. كيف يعني هنا من الخبر؟ كيف يعني؟ يجر. نعم. قبل يجر. المعنى. كم صديق لك في هذه المدينة؟ أنا أمشي مثلا مع سليمان. جيد؟ سليمان هنا ونحن نمشي في الزقاق. تمام؟ معه. أنا أمشي. سلم سلم. مرحبا فلان. مرحبا فلان. أقول يعني كم صديق لك في هذه المدينة؟ ما شاء الله. كم صديق؟ لا أريد جواب. يقول عشرون صديقا. لا أريد جواب. كم صديق لك في هذه المدينة؟ ما شاء الله. ما شاء الله كم صديق لك؟ جيد؟ يعني هنا فيه تعجب، فيه إنكار، فيه استغراب. تمام؟ بعده إذن عفوا، واحد ليس في الاستفهام، اثنين
معناها للتعجب للاستغراب للدهشة تمام؟ بعدها يجر لازم بعدها مجرور ممكن مفرد ممكن جمع تمام؟ كم صديقي؟ لازم صديقي لازم 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 إذا قلنا كم صديقا لازم جواب كم صديقا عندك؟ 5 كم كتابا قرأت؟ 3 كم صديق؟ لا الجواب كل الموضوع هذا مجرور كم صديقين أو كم أصدقاء ممنوع من الصرف كم ممكن من ممكن بدون من من سيز ممكن بمن ممكن بدون من تمام كم دولي مثلا أقول لكم كم دول زرتوا كم دول زرتوا لما كنت شابا يعني كثير أو كم دولة زرتوا دولة كم دول كم دولة هذا ليس استفهام استفهام كم دولة زرتها كم دولة أرجل زرتها كم دولة 5 6 10 كم دولة دولة استفهام دولة خبرية جيد كم من دول كم دول وهكذا هل يوجد أيضا شيء زيادة لا يوجد علامة الترقيم ولا يوجد علامة الترقيم هنا كم أنت عامل كبير يا إلهي أيضا هل يوجد شيء زيادة في هذا الموضوع كم دول فقيرة في العالم كم يتغير الجو ممكن فعل كم يتغير الجو في إسطنبول كم يتغير الجو كم يتغير الهواء هذا هم مضاف إليه منصوب إذن إذن استفهامية جيد في من حيث إعرابها ممكن تأتي في محل نصب مفعول به تمام وممكن مفعول مطلق وممكن جار بحرف الجر وممكن مبتدأ إعراب كم ممكن مبتدأ تمام حالتها إذا نكتب ما إعراب كم موجود تمام بارك الله بكم وشكرا كثيرا لكم